فرايد تشيكن او الفراخ الكنتاكي كما يجب ان تكون، في الطعم كمان مش في الشكل الخارجي اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنقول على كل التركات اللي هنعملها مع بعض. سامعين صوت القرمشة؟ الشكل صوت القرمشة ده والشكل ده سهل قوي يتعمل بالنشا والدقيق والمية المتلجة، لكن انا بتكلم على الطعم. انا نجلاء الحميدي ودي قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. اذا انتم اول مرة جداد على القناة من فضلكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتفعلي زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد من القناة. شايفين درجة سوى الدبوس عامل ازاي، وكمان الصدر درجة السوى بتاعهم مظبوط جدا. كملوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا كل التركات اللي تطلع معاكي فرايد تشيكن او فراخ كنتاكي مظبوط. انا معايا فرخة وزنها 900 جرام، تمام، دي وزنها 981، مش اكتر من كيلو، تمام. يا ريت لو 850 جرام او 900 جرام، مش اكتر من كيلو علشان تطلع معاكي في الطعم والسوى مظبوطه. بصوا بقى، انا بجيب معايا الفرخه بعد ما غسلتها كويس جدا، بجيب معايا المقص او سكينه وبقطع السلسله او العمود الفقري بتاع الفرخه، لان انا مش هحتاجه، هيعطلني في السوى بتاع الفرخه، تمام، او بتاعه الكنتاكي بتاعتنا. فانا هاخد السلسله دي او العمود الفقري وهعملها بعد كده شوربه، مش هنرميها، هعملها بعد كده في اي وقت تاني بعمل فيه فراخ، تمام كده. بقطع الفرخة من النص كده زي ما حضراتكم شايفين. هاجي بقى من عند الورك كده، ما بين الورك والصدر، وبقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده. الجناح بقى بصوا، الورك هنا الدبوس، بقطع ما بين الدبوس وبين الورك من عند الحتة اللي هي فيها عظم دي، تمام كده، علشان انا عايزة اقطع الفرخة معايا لتمن قطع، تمام. بصوا الدبوس كمان رفيع علشان الفرخة صغيرة مش كبيرة، ازاي عشان لو كبير مش هيستوي مع حضرتك، تمام كده. دي كده معايا قطعتها لقطعتين. ونيجي بقى للجناح، ببقى في حتة كده فوق في الجناح انا قطعتها، بتبقى حاجة من الزفارة يعني. باجي بقى للجناح، قطعته من عند العضماية اللي ما بين الجناح وبين الصدر زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. ونيجي بقى هنا برضو للصدر، بقطعه نصين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو في الصدر اي عضمية بشيلها. عموما العضمية بتاعت باقي الفرخة في الصدر ده في الناحية التانية، انا شلت العضمية كده خالص علشان برضو ما تعطلنيش في السوى ويطلع فيها دم، تمام. بشيل كده بقى العضمية زي ما حضراتكم شايفين بالحتة اللي هي القرقوشة دي، علشان الصدر بياخد سوى اكتر من الورك، الورك بيبقى جوسي كده وطري عن الصدر، تمام. فهشيل منها اي عضماية علشان ما تعطلش معايا في السوى يطلع فيها دم. شلتها كده، مش هرمي الحاجات دي كلها، برضو هشيلها مع العمود الفقري او السلسلة بتاعت الفرخة، وبشيل باقي حتة اللي هي القفص الصدري اللي بيبقى في الصدر كده، العضماية دي كمان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهقطع كده الصدر نصين، وبكون كده خلصت باقي التقطيع الفرخة بتاعتي لتمن قطع، بالجناحين هنقول كده 10 قطع بالشكل ده. هنقول بقى على التتبيلة المهمة للكنتاكي. بصوا بقى، انا معايا لتر من الحليب لبن دمغلي عادي وبارد، ومعايا بقى التتبيلة او البهارات بتاعتي. هحط عليها الاول معلقتين من الخل، وهنزل عشان نعمله بتر ميلك. معايا هنا معلقة كبيرة من الملح الصيني، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان زنجبيل فريش انا بشرته، انا بشيله في الديب فريزر وبخرجه وقت اللزوم. معايا معلقة سكر، ورق لورا، وقرنفل، وحبهان، وليمون، وساعات كمان بحط فيها قرفة او عود قرفة وبصل مقطعه كده. اي زيوت عطرية تحطيها في اللبن والخل بيعمل معانا بتر ميلك، عشان لو مش موجود عندك بتر ميلك. بقلب كده التوابل بتاعتي وبنزل بصوا بقى، ده الملح الصيني اللي انا قلت لحضراتكم عليه، تمام. ده الملح الصيني، ممكن انا كنت جايباه من الهايبر، الكيس ده تقريبا بسبعين جنيه، ده كده شكله. وحضرتك ممكن تجيبيه من العطار، هاتي يعني بخمسة جنيه بعشرة جنيه مفيش مشكلة. لو غير متواجد عندك استخدمي البهارات اللي بتبقى كيس البهارات الملح اللي بيبقى في النودلز او الاندومي، لانه فيه ملح صيني، ان الملح الصيني ده هو اللي بيدينا الطعم للكنتاكي، والنودلز نفس النظام، تمام.
بسكينة كده، وبخرم كده الفراخ بتاعتي علشان تاخد من التتبيلة وتستوي معانا وتشرب حلو قوي من التتبيلة. حطيتها كده بقى، بغطيها وهشيلها ليلة كاملة في التلاجة. تمام، ليلة كاملة في التلاجة علشان تاخد وتكتسب الطعم الحلو. بعد ما قعدت معايا ليلة كاملة في التلاجة، بشيل كل القطع بتاعتي كده علشان انا هحطها كمان ليلة تانية في التلاجة. يعني انا عاملاها قبل ما اعملها، عملتها تبلتها النهاردة وما عملتهاش بكرة عشان سبتها ليلتين في التتبيلة، كل تتبيلة مختلفة عن التانية، عملتها بعد بكرة. يعني عملتها قبلها بيومين، شلت كل القطع زي ما حضراتكم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ هنقول على التتبيلة التانية. معايا هنا معلقة من الصويا صوص الغامق، ومعايا معلقة من الباربيكيو، معلقة طعام كبيرة من الباربيكيو، ده الصويا صوص الغامق، ومعايا كمان معلقة من المستردة او الخردل، وياريت لو موجود بودر حطي منه معلقة بودر وسيبك من الفريش. تمام، لكن ما كانش متواجد عندي. وكمان معلقة من الكاتشب، ده كله معلقة كبيرة، وكمان معلقة من الزعتر المجفف. تمام، ومعلقة من البابريكا، ما تكتريش في البابريكا، مش معلقة كبيرة قوي. تمام، ومعايا كمان معلقة صغيرة من الزنجبيل، ومعلقة كمان من الشطة، معلقة صغيرة، عايزة تزودي؟ تمام، ومعلقة كمان صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، الثوم البودر بيبقى لونه أبيض عن البصل، ودي كمان معلقة من الخل. تمام، هحط كمان أهو دي معلقة من الملح الصيني، ولو ما عندكيش ملح صيني زي ما قلت لحضرتك حطي كيس الملح اللي بيبقى في النودلز علشان يديكي نفس الطعم، هو فيه ملح صيني، لكن ممكن تجيبي الملح الصيني ب5 جنيه او ب10 جنيه من عند العطار هتلاقيه موجود. تمام كده، اعمليها ادعكيها حلو قوي في التتبيله علشان احنا مفتحينها بالسكينه علشان تاخد معاكي الطعم. هحطها تاني، هغطيها تاني واحطها تاني في التلاجه تقعد معايا ليله كامله. تمام، اعملي زي ما بقول لك بالظبط علشان تاخدي الطعم المظبوط. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه من النشا. البهارات بتاعتنا نفس البهارات، هي بصل بودر، ثوم بودر، بس انا حاطه معلقتين بصل بودر ومعلقتين ثوم بودر، معلقه من الزعتر، ومعلقه كبيره من الزعتر، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره شطه، وزنجبيل بودر، وبابريكا، ومعلقه من الملح، الملح العادي، ما تكتريش علشان طبعا احنا حاطين في التتبيلتين ملح، ما تكتريش، معلقه صغيره. تمام كده، بقلب كل الحاجات دي. معايا بقى هنا تلج، انا حطاه قبلها بليلتين في التلاجة، وحطيت عليهم مية، لازم مية متلجة علشان يطلع معانا الغلاف الخارجي بتاع الكنتاكي. احنا خلاص خلصنا الطعم بتاعنا اللي هيرضينا وهيرضى حضرتك وجربي. هنبتدي بقى نعمل معانا الطبق الخارجي. بمسك معايا كده حتة الفرخة، بفضل اعمل فيها بتاع 10 15، 10 مرات في الدقيقة 15 مرة، واضغط عليها كده بحنيه، وامسك الدبوس زي ما حضراتكم شايفين، وافضل اخبط، اعمله في الدقيق بالتوابل بتاعتي واخبط زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط علشان يعمل معايا الطبقه الخارجيه. تمام، واضغط عليها بالراحه. نيجي بقى نحط في الدقيق في الميه بتلج، وعديت لحد 5، عد من 1 لحد 5 وخرجيه. نرجع تاني للدقيق بالتتبيلة بتاعتنا، هعمل نفس الحكاية بتاع 10 15 مرة في الدقيق، واضغط عليها كده بحنية، اضغط عليها زي ما حضراتكم شايفين، مضغطش جامد، واحط تاني في الدقيق زي ما حضراتكم شايفين، وامسك كده الدبوس، امسك الدبوس كده من فوق، وافضل اخبط اخبط علشان الدقيق ينزل معانا ويعمل معانا الشكل التعرجات اللي بتبقى في الفراخ الكنتاكي او البروستد او فريد تشيكن. تمام، اهو بخبط كده علشان ننزل معايا كل باقي الدقيق ويعمل معايا التعرجات اللي حضراتكم شايفينها دي بالظبط، عشان يعمل معانا الغلاف الخارجي بتاع الكنتاكي. تمام كده، هكمل باقي الفراخ بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. ده كده بقى ايه الحته بتاعت الصدر، هتقولوا مش هتعمل معانا، لا هتعمل معانا، وهمسكها اعملها برضو بتاع 10 15 مرة في الدقيق بالتتبيلة، واضغط عليها كده بايدي، وافضل انزل اخبط، انزل بالدقيق واعملها تاني، وانزل بالدقيق واعملها تاني، افضل اكرر في الحكاية دي بتاع 10 15 مرة. بعمل معايا قطعتين وهبتدي اروح اقلي بصوا بقى، هعد 1 2 3 4 5 واخرجها،
واخرجها احطها تاني في التتبيله واعملها زي ما قلت لحضراتكم بالظبط، زي ما عملنا في الدبوس، وبعمل باقي الفراخ كلها بالشكل ده. بصوا علشان تعملوا الطبقه الخارجيه او الغلاف الخارجي اعملوا كده بالظبط، الميه بتلج بالتوابل بالدقيق بالنشا هي اللي بتعمل معانا الطبقه الخارجيه للفراخ الكنتاكي او البروستد. بصوا بقى اهو بضغط كده وبعملها وبفضل انفض علشان ينزل معايا باقي الكميه بتاعتي وبيبقى بالشكل ده. نيجي بقى للخطوه، اهم خطوه عندي اللي هي التسويه. انا معايا بصوا ده كمان مره تانية، دي الدبابيس بس كانت دبابيس صغيره، لو دبابيس كبيره برضو مش هتستوي معاكي، لازم تبقى دبابيس صغيره. بعملها بنفس الطريقه تمام كده. نيجي بقى للتسويه الصحيحه بتاعتنا. انا معايا ترمومتر، لازم درجه الحراره بتاعت الزيت بتبقى 100 فوق 175 تمام. الترمومتر ده ما كانش غالي يا جماعه، كان بحوالي 60 جنيه. الخطوه دي مهمه جدا علشان تسويه الفراخ. لو ما عندكيش ترمومتر هقولك تعمل ايه. انا بحط قطعتين من الفراخ كده في الزيت، زيت ما يكونش سخن قوي علشان ما يحرقش معاكي الطبقه الخارجيه وما يسويهاش، ما يسويش الفراخ من جوه. يبقى نار متوسطه ما بين 173 175، وخليه هادي ما تخليهوش سخن لو ما عندكيش ترمومتر تمام كده. ما نحطش اكتر من قطعتين، انا عندي الطاسه واسعه فحطيت 3 قطع، ما نحطش اكتر من كده علشان ما نبردش معانا الزيت. بسيبها بالظبط 15 دقيقه علشان نضمن بقى التسويه بتاعتها. انا بغطيها زي ما حضراتكم شايفين كده وبسيب بس ايه تهويه علشان نعمل ضغط علشان نسويها صح. لو عندك حله ضغط سوي فيها. انا كمان بقيس درجه حراره الزيت علشان ما يعلاش معايا قوي ولا يهدى معايا قوي علشان اضمن التسويه بتاعتها صح. هدي النار خليها متوسطه علشان تستوي معاكي كويس لو ما عندكيش الترمومتر تمام كده، وغطيها نعمل لها ضغط علشان نضمن تسويتها، ونقلب كده علشان اضمن انها تستوي من كل الجوانب بتاعتها. بصوا بقى في المرحله دي انا بنخل باقي كميه الدقيق معايا واكمل باقي الفراخ علشان ما يكلكعش معانا الدقيق. بصوا بقى التسويه بقى بتاعتي لازم تبقى 75 او فوق ال 75، 75 بتبقى المظبوطه. بصوا بقى هي معايا فوق ال 75 كمان، هطلعها لكم بره كمان علشان ما تقولوش هي لسه خارجه من الزيت. قعدت معايا 15 دقيقه بالظبط تمام اهي، بعد ما بردت شويه ونفس درجه الحراره تمام. بصوا بقى انا ما ينفعش احطها على طبق كده عادي، لازم تحطيها على شبكه عشان لو حطيتيها على طبق عادي هتطري معاكي تمام كده. بصوا ده كمان الصدر وصل لدرجه حراره اكتر من فوق 75 اهو، 88 وازيد كمان، استوى قوي معانا كده. هقيس تاني درجه حراره الزيت، انا عايزاها تبقى متوسطه برضو من 173 ل 175 علشان اضمن ان هي ما تحرقش معايا الفراخ بتاعتي. دي بقى هبتدي ان انا اسوي باقي الفراخ بتاعتي بالشكل ده، نار متوسطة برضو، وهحطها لمدة 15 دقيقة او اغطيها بغطا علشان اضمن التسوية وافضل اقلب فيها. ما تقلقيش مش هيتحرق معاكي علشان النشا بيدينا اللون الجميل ده. ده كده بعد ما خلصنا شوفوا بقى القرمشة، حاجة جميلة جدا زي ما قلت لحضراتكم تمام. عايزين نشوف بقى ايه درجة التسوية بتاعتنا. بصوا ده كده الصدر مستوي جميل جدا، مستوي مظبوط. وهنشوف كمان معانا الدبوس استوى والطعم رائع جدا. اتمنى حضراتكم تجربوها بنفس الطريقة وبنفس التكات دي علشان تطلع معاكي فراخ كنتاكي افضل من بره بجد. اتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم، من فضلكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وتفعلوا كمان زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد من القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه.